السلام عليكم ورحمة الله. اللايف بعجالة دغيا، نتمنى الصوت يكون مسموع. للأسف اليوم محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أيدت قرار قشطيب عليا بصفتي كمحامي متمرن في هيئة الدار البيضاء. بعجالة آن لهذا العبد الضعيف أن يتكلم وأن يخوض معركة الحياة أو الموت، بعد أن يعني سكت ولاد إلى الصمت لشهور وشهور وتجرع من الآلام ما تجرع. لذلك أقولها بكل ثقة، هي معركة الحياة أو الموت، لأنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. أنا بالنسبة لي 33 سنة الحياة ديالي دمرت بشكل نهائي. لذلك إن شاء الله ميعادنا على الساعة 9 ليلا إن شاء الله للخوض في نقاش قانوني في مجمل الخروقات التي شابت ملف التأديب، وكل خروقات في خرق ضمانات المحاكمة العادلة باحتراماتنا للمقرر القضائي بطبيعة الحال، ولكن سأناقش نقاشا قانونيا يستند إلى روح القانون وإلى القانون بنفسه. هذه أولا. ثانيا، مناقشة الحجة والدليل من ناحية الموضوع، موضوع قشطيب هل فعلا أمين، صدر عنه ما صدر، أم أن الأمر يعني لكي لا أقول كلمة في غير محلها، غادي نشوفوا واش الأمر يتعلق بالفعل هذا الخطأ ارتكبته التي أعدمت بسببها، أم أن الأمر يتعلق ب ترسبات وما يدخل في إطار تصفية الحسابات. ذلك ميعادنا الساعة 9 إن شاء الله، وأقولها والذي نفسي بيده رايا غنتصر في هذه المعركة ينموت ودفنوني، والله على ما أقول شهيد. وراه كيف كيقولوا واحد المثال، واحد البيت شعري ديال المتنبي، لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. ولا يلومني أحد من لدن كل الزملاء أبدا، لأنني سكت من شهر جوج ومن شهر سبعة وصبرت في أوضاع كارثية. لذلك ميعادنا الساعة 9 التي ستكون بداية معركة الحياة أو الموت بالنسبة لعبد ضعيف لا سند له غير الله فقط. 9 إن شاء الله.